إذا مستمعينا في شيوات متنوعة نقترح لكم غريبة سهلة بالتمر وسميدة رقيقة. غادي نحتاجو في المقادير الربعة ديال البيضات، نص كيلو ديال السميدة رقيقة، نص كيلو ديال الكوك، نص كيلو ديال التمر مفور يعني في الكسكاس بطريقة العادية، ومن بعد غادي نسموه بشوية ديال المزهر، يعني معلقة ديال المزهر مع معلقة صغيرة ديال الزبدة رطبة مع شوية ديال المسكه حره مدقوقه وشويه ديال القرفه مطحونه، يعني كنخلطوا مزيان هاد المكونات مع التمر اللي فورنا. غادي نحتاجوا ربعه ديال الزبده، جوج كيسان ديال السنيده يكونوا صغار، وجوج خمارات ديال الحلوه، وكيس واحد من الفاني. اذا غادي نعاود باش نحضروا غريبه ديال التمر والسميده الرقيقه. غادي نحتاجوا ربعه البيضات، نص كيلو ديال السميده الرقيقه، نص كيلو ديال الكوك، نص كيلو ديال التمر مفور في الكسكاس. لكم الاختيار، اما نفوروه وغادي نعتمدوا فقط على ديك ربعه ديال الزبده مع دوك المقادير يعني، اولا اللي كيبغي انه يعني في الغريبه المذاق ديال هذيك التنسيمه يعني ديال التمر تكون يعني غالبه، فياخذ هذاك التمر اللي فورنا داك نص كيلو. من بعد غادي نضيفوا ليه معلقه كبيره ديال المزهر، معلقه صغيره ديال الزبده لانه في المقادير كاينه الزبده، شويه ديال المسكه حره مدقوقه مع شويه ديال القرفه، ممكن ناخذوا حبات من القرنفل كذلك نطحنوه، واحد القبيصه ونضيفوها على داك الخليط. كنخلطوا مزيان هاد المقادير مع هذاك التمر اللي فورنا باش كيتنسم مزيان بداك المزهر والزبده والقرفه والمسكه حره وشويه ديال القرنفل، وكنحسبوا به على جنب. قلنا غادي نحتاجوا ربعه ديال الزبده كذلك، جوج كيسان صغار ديال السنيده، جوج خمارات ديال الحلوه، كيس واحد من الفاني، وغادي نحتاجوا للتزيين اما شويه ديال الكونفيتور اولا شويه ديال الشوكولات البيض ولا الكحل اللي بغينا، وشويه ديال سميده غليظه باش غادي نكرصوا هاد غريبه. بالنسبه للغريبه ديال التمر مع سميده رقيقه يعني المقادير قليله وطريقه سهله، غادي نخلطوا المقادير كامله مزيان يعني في واحد الاناء غارق ولا قصريه دائما صغيره. غادي ناخذوا المقادير، غادي ناخذوا ربعه ديال البيضات، غادي نحلوهم مزيان بالكف ديال يدينا، نضيفوا نص كيلو ديال الكوك وحنا كنخلطوا مع ربعه البيضات، نضيفوا كذلك نص كيلو ديال سميده رقيقه، نص كيلو ديال التمر مفور، ربعه ديال الزبده رطبه، من الافضل يعني ربعه ديال الزبده تكون ديال العبار يعني كتجي لذيذه، وجوج كيسان ديال السنيده يكونوا صغار. غادي نمعكم مزيان ونخلطوا بالكف ديال يدينا هاد المقادير كلها مع كيس واحد من الفاني، ثم في اخر مرحله كنضيفوا جوج خمارات ديال الحلوه. قلنا ربعه ديال البيضات، نص كيلو ديال السميده رقيقه، نص كيلو ديال الكوك، نص كيلو ديال التمر مفور، ربعه ديال الزبده، جوج كيسان ديال السنيده يكونوا صغار، جوج خمارات ديال الحلوه، وكيس واحد من الفاني. وقلنا التمر لكم الاختيار، اما غادي نضيفوه غير نفوروه وغادي نضيفوه للمقادير، اما ناخذوه ونخلطوه مع هذوك المقادير باش كتجي ديك التنسيمه ديال القرنفل مع مسكه حره مع القرفه، غير هو ما نكثروش وتجي غالبه هاد المقادير، يعني نحاولوا غير طريقه صغيره ديال مسكه حره ديال القرفه ديال القرنفل مع شويه ديال المزهر، كنخلطوا به هذاك التمر وكنبداو معكم مزيان كنخلطوا كنبداو معكم بيدينا حتى كيتخلطوا مزيان ديك ربعه البيضات مع نص كيلو السميده الرقيقه مع نص كيلو ديال الكوك، وحنا كنخلطوا مع نص كيلو ديال التمر مفور من قبل في الكسكاس، مع ربعه ديال الزبده، مع جوج كيسان ديال السنيده يكونوا صغار، مع جوج خمارات ديال الحلوه، كيس واحد من الفاني. كنخلطوا مزيان هاد المقادير حتى كتخلط مع بعضها، ومن بعد كنحصلوا على واحد العجين اللي هو مجموع ومرخوف في نفس الوقت، كنشكلوا منه كويرات على شكل غريبه يعني هكا كويرات صغيورين، ومباشره كنديروه في هذاك المرشم يعني ديال يعني المعمول اللي كيتباع دابا اما بالخشب او ديال الحديد، وكاين كذلك حتى يعني ديال البلاستيك اللي كيكون فيه ثلاثه ديال الشكيلات يعني اشكال يعني تزيين واحد، واللي تيكون في الحجم ديالو صغير ومتوسط وطويل على حسب يعني كيكون يعني معمول اللي داير بحال يعني معمول كيكون فيه ثلاثه ديال الشكيلات، ثلاثه ديال المراشم، مرشم صغير مرشم متوسط كيكون مرشم طويل او لا مرشم كبير، فغادي ديروه في القياس اللي بغيتو، المهم غادي تشكلو على شكل غريبه على شكل كويرات، وغادي نبسطو في هذاك المعمول في هذاك المرشم، ومن بعد ملي كنضغطو كنضربو هذاك يعني المرشم هكا في الطبله كينزل هذاك الحلوه وهي واخده ذاك الشكل ديال التزيين او هذيك الزخرفه اللي كتكون في هذاك المرشم. مباشره كناخذو لاطا ديال الفران كنفرشو ورق سلفوريزي، غير هو ضروري اننا بالنسبه لهاد غريبه بما انه فيها السميده رقيقه من الداخل غادي ناخذو شويه ديال السميده غليظه، يعني شويه ديال السميده غليظه كيف كنديروا يعني في الحرشه ولا في البسبوسه، السميده غليظه غادي ناخذوا جهد واحد التوصيل صغير ولا زلافه صغيره، وبمجرد ما ناخذوا كل كويره من هاد الغريبه غادي نفندوها غادي نخلطوها في هذاك السميده الغليظه، عاد ديك الساعه غادي نزينوها بهذاك المرشم اللي بغينا، فضروري ان نديروا شويه ديال السميده غليظه ونقرصوا بها هذوك الحليوات هذوك اللي على شكل غريبه على شكل كويرات، وعاد كنديروهم في المرشم ديال المعمول، وكنحاولوا ملي كنديروا في مرشم
المعمول، اما نخليوهم هكا عادي بلا هذاك التزيين ديال الكونفيتور اولا الشوكولات، والا كان عندنا هذاك المرشم اللي فيه تزيين مثلا ديال الوريده غادي نضغطو غير بالصباح ديالنا واحد شويه باش نديرو واحد الحفيره شويه الوسط، ومن بعد كنصفوهم في لاطه ديال الفران كندخلوهم الفران حتى كطيب هاد الغريبه ديال التمر ويعني وكتحمر، هذيك الساعه كنخرجوها وكتبقى لنا هذيك الحفيره اللي ضغطنا عليها باش تاخذ الشكل قبل ما نطيبوها، ملي كنخرجوها راه كتبقى ديك الحفيره واحد شويه كنضغطو عليها غير واحد شويه يعني بالصباع ديالنا، ومباشره كنزينوها اما بالشوكولات الابيض مذوب اولا بالشوكولات الكحل مذوب اولا ناخذ غير الكونفيتور ديال المشمش اولا ديال الفريز، لكم الاختيار في التزيين. ممكن تخلطوهم كل واحد 6 ديال الحبات ديروا فيهم الشوكولات الابيض الشوكولات الكحل، ديروا 6 الحبات بالكونفيتور ديال المشمش 6 الحبات ديال الغريبه بالكونفيتور ديال الفريز، لكم الاختيار بالنسبه للتزيين وكتجي زوينه. واللي بغى بما انه احنا درنا غير جوج كيسان ديال السنيده اللي هما صغار والتمر يعني اكتفينا فقط بديك السنيده بهذيك الحلاوه ديال التمر، ممكن اننا نذوق وحده الا حسينا انها مثلا مازال يعني ما فيهاش ديك الطيبه ديال الحلاوه اللي بغينا، راه ممكن اننا ناخذوا السكر كلاصي من النوع الممتاز الخاص بالحلويات ونديروه في الصفايه ونبقاو نغبروا هكا الحلوه من الفوق باش كتجي مرشوشه بشويه ديال السكر كلاصي. نتمنى تجربوا هذا الاقتراح وبالصحه والراحه.